بس باختصار اللي انت شو رايك بظاهره الهيفي ميتال؟ واذا ما نحكي عن باسم دعايبس دارس علم نفس هو هلا موجود معنا هون ودارس موسيقى كمان. دارس موسيقى اكيد عم بألف موسيقى. اوكي بتقول نحن ضحيه نحن مثال للرفض. ترفضوا شو بكلمه؟ مثال للرفض. لحظه قصدك نحن كبش محرقه ولا نحن ضحيه مثاليه للرفض لك يعني كبش محرقه؟ لانه موسيقى المتل هي موسيقى بتفتح مجال لانك تقدر تشك فيها ولانه بتقدر تعلق عليها بطريقه من وراء طريقه الاستعراض تبعنا او من طريقه رفضنا كيف منعبر عن حالنا يمكن تفتح شويه مجال انه ينتقدونا. فشو بيصير بالمجتمع عنا؟ بيصير كل ما بدهم يحطوا حق على شيء بدهم ينبشوا على شيء كبش محرقه، وقيمات كثير نحن بنطلع ضحيه مثاليه. طارق ميرزا انت من الاردن، مرحبا. من الاردن كيف المجتمع بينظر الهيفي ميتال بالاردن؟ تقريبا نفس الشيء، تقريبا نفس لبنان بس شوي اضرب، يعني انه طلع فيك بطريقه غريبه وكل الستيريوتايبس بيحطوه عليك، تعبد الشيطان، مخدرات، بس هي طبعا دخلهاش من هالقصص. وقصة اوزي اوزبورن عن الشيطان كنت عم تحكي. اوزي اوزبورن بعتقد اكل وطواط، عض وطواط هو على المسرح. ايه بس في اغنيه اسمها جيتس مي ثرو، هذه بيحكي عنها انه بس جيتس مي ثرو، انه هو بيحكي هيك بس هو مش هيك. بس شو يعني وقت اوزي اوزبورن اللي عم تحكي عنه بعض وطواط على المسرح؟ يعني بيقعد بالمستشفى. لا بس شو معناتها انت عم بتشوف هالشيء بيعجبك؟ بلفت لي نظري زي ما حكى، انه بتشوف هيك شغله بتطلع فيها بتحب الاغاني، بس هاي قصته هو، يعني انه بصراحه فيش الي جواب له، يعني انه عم بيحاول يجيب الناس يطلعوا عليه هيك بامريكا، بس على الاقل بالعرب مش هيك نحن، يعني ما بعرف عنه. انتقل الى المتردد او المتردده، رجل او امراه؟ رجل. قديش عمرك؟ بالعشرينات. بالعشرينات؟ نعم. ما فينا نقول العمر قديه؟ بالعشرينات. شو وضعك؟ دارس، مخرج، بتشتغل؟ خلص دراسة جامعية وعم بشتغل. شو بتعمل بمجال الموسيقى؟ بلعب جيتار وبألف موسيقى. ليه النوتات الموسيقية خلت هالشاب يخبي وجهه ويخفي هويته؟ وهل سيكشف عن هويته؟ الجواب بالمحور التالي: تحريض، تمرد، موت، لكن الغضب الساطع آتٍ بعد البريك. متردد، أي نوع موسيقى بتعزف بتغني؟ الماتل، موسيقى الماتل، هيفي ماتل، اكستريم ماتل. يعني مثل باسم؟ أقوى شوي من موسيقى باسم. نحن مع باسم مش مخلصين كنا. هيدا حق على الطريقة اللي عم بتفسروا فيها الموسيقى. كيف بفسروا الموسيقى؟ يعني اليوم غلط انه تفسر الموسيقى بالطريقه اللي هي كلمه اعنف وكلمه انتحار وعبدين شيطان والى اخره. اليوم داليدا انتحرت، هل داليدا عم تتروج للانتحار؟ عندك فنانين انتحروا. ليش عم نربط هيدي الموسيقى بالانتحار؟ هي موسيقى حامله رساله، رساله ما هي ضروري انه تكون رساله تعنيفيه او غامضه. هي رسالة تعبير لهالشباب اللي عايش بمجتمع، إذا بدك بلبنان أو بجيراننا الفلسطينية، عالم حرب، عالم غمض، عالم دم، عالم قتل. بقى مجبور الشخص اللي بده يحكي عم يحكي بغضب، ما في يجي يحكي برومانسية عن الغضب. متردد؟ نعم. تخبرني قصتك بعد شوي. نعم. لماذا أصبح المتردد رأس الأفعى؟ وهل سيكشف عن هويته؟ لا للموسيقى السائدة، لا للواقع، لا 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 ولا. هل تتحمل شركات الانتاج كل هذه اللاءات؟ الجواب بعد البريك. تقبل من شركة روتانا جان صليبا. مساء الخير، تفضل جون صليبا ممثل شركة روتانا. بعد بكير
لا ما انت بشركه روتانا سمعتهم كلهم اليوم لكل الشباب سمعتهم كلهم اكيد بس انه لمين رح تنتج بكره روتانا لمين رح تنتج بكره شو شوي شوي اول شيء انا يعني رح احكي بصفتي الشخصيه كوني هلا اوكي انا صرت بروتانا ما صار لي زمان ولكن نحن بدنا نحكي كشركه روتانا انا رح احكي كشركه روتانا بغض نظر يعني انا شغلتي يعني انا مدير حقوق النشر واللايسنسنج يعني كل شيء فيه انترناشونال افيرز مع برا بروتانا شق الانتاج يعني عم مارسه مع بعض الفنانين وكوني منتج انا من زمان يعني هلا حكيك نظرتي كمنتج انا وبعدين بحكيك نظره شركه روتانا شو هي بالنسبه لهالموضوع كله اللي شركه روتانا اول شيء هنشوف كشركه روتانا شركه انتاج كبيره مثل روتانا وبتنتج لكثير من الفنانين بالعالم العربي كيف تنظر لها للشباب اللي انا بفهم انا ليك انا جاي من ثقافه غربيه يعني كنت وكيل يعني وكيل يونيفرسال على وقت بوليجرام وكنت اشتغل مع سوني ميوزك وبي ام جي وبعرف كل المواضيع اللي عم تنطرح هلا عايشها بفتره ترجع للتسعينات وقتها تحاربنا كشركات من قبل الدوله اللبنانيه انه الهارد روك والميتال والموسيقى الروك صارت ممنوعه بليستات معينه من الميتاليكا وبلاك سابات وايرون ميدن و وكان عندها جمهور معين هلا في عندنا رابر سعودي هون ابس الجدوى هون هاني باسم بيقول جان انه الروك الى زوال بالعالم كله فما يحلموا بانتاج شو رايك مش بالعالم العالم العربي بالعالم العربي بالعالم العربي الروك اذا في سوق جديد هو العالم العربي اذا في سوق للروك لا بالعكس هيدي يعني على هو اولا هو بشك عم بيقول اولا ما الروك بحياته ما اهتم لشركات الانتاج لانه اذا بده يهتم لشركات الانتاج كان زال من زمان لا بيهمنا نطلع على الام تي في ولا بيهمنا نطلع مطرح نحن موسيقى تبعنا فن مش شغل ما بنشتغل موسيقى نحن بننتج العالم العربي هلا هو اكثر قرب خصبه للميتل للروك والهارد روك شو رايك بهالكلام لا خليني بس كفي خليني بس كفي لا لك شغله ارض خصبه كل عمره اتس ان اند جراوند ميوزك الهارد روك عمره من ال 69 بعد ما زال لليوم ايه مزبوط بس تعمل كونسرت ما بقى بيجي 300,000 زلمه بيحضروا بس بعد بيجي 10,000 وهول هن اللي بيسمعوا الموسيقى وبيتذوقوا هالنوع الموسيقى الفن بحياته ما كان شيء لكل العالم ومشان هيك يعني هلا نحن عندنا بالعالم العربي بالمغرب المثل كثير قوي بتونس حاليا عم بيقوى بمصر فظيع بالاردن عم بيقوى بسوريا لو ما في كبت كمان شو رايك جان بقول انا بشك بهالكلام لانه في شغله واحده انا في قدامي انت اذا مش عم تحكي انا بحكيك ارقام بحكيك ارقام عن مبيعات شركات يونيفرسال وسوني بي ام جي وورنر وكلهم هذول اللي عم اللي الهارد روك والميتال مش انه ما عم بيبيعوا بس كثير قليل واللي طاغي عليهم اللي هو الهيب هوب والار ام بي الكوميرشال هيب هوب والار ام بي ايه الكوميرشال اكيد الروك شو الكوميرشال بس الروك بعتذر منك بس بدي اقول لك شغله يعني ليك انا قلت لك وكبت كل يعني حتى مئات الوف السيديات اللي بعناها وقتها كنت انا وكيل يونيفرسال الروك يعني عم نحكي روك كيوروب عم نحكي روك كسرفايفر عم نحكي روك بس هارد روك وميتال لكن ما رحت سنة الماضية على دبي ديزرت روك ليش بدبي هلا في اكبر كونسرت روك بالدول العربية بيصير كل سنة مين سكوربينز سكوربينز سوري ايرون ميدن كانوا ماشين هاد كورن ساكسونز بس ما قدروا راحوا في كثير روبرت بلانت كان في 30,000 15,000 مشاهد مثلا الماضي اسمح لي شو بدك تقول هاني المشكله عندنا هنا في العالم العربي انه مواهب الشباب ولا اي شركه من رجال الاعمال او شركات اصحاب المال عندها